اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده من برنامجكم المسائيه. لنا نحن على موعد ثقافي مع احد مبدعي بلادي الاستاذ عبد الرحمن الجعلي، وهو صاحب بصمه شعريه وادبيه ورياضيه ونضاليه وايضا سياسيه في خارطه الوطن الفسيح. عرفته الرياض شاعرا واديبا ورياضيا من الطراز الرفيع، دافع عن عنوان منتخب السودان وكان قائدا متوجا مثلا للرابطة، الممثل خلفا واديبا الصالحية، وكان نعم الذوق الرفيع، صاحب بصمة متميزة في كل المجالات العمل العام. لديه قاعدة جماهيرية صاخبة في القطاع الرياضي والأدبي، مهندس الكلمات، مهندس الكرة، مهندس الحاسوب. مرحب بك المهندس الشاعر عبد الرحمن الجعلي، سعيدة جدا بوجودك معي الليلة، أهلا ومرحب بك. مرحب بك ومرحب بالمشاهدين ومرحب بالمتابعين، وشكرا على المقدمة الجميلة، وليتني أستحق ذلك. بالفعل نحن سعيدين جدا بوجودك معنا الليلة الأستاذ عبد الرحمن الجعلي. في البداية نحن حابين أنه أنت تعرف نفسك لمشاهدي برنامج المسائية ومشاهدي قناة السودان 24 الآن. نعم، بالمختصر أنا زوج سوداني، النشأة والميلاد والطفولة كابوشية نهر النيل، المدينة العروس على النيل الجميل، النيل العظيم، الميلاد والنشأة والتاريخ سوداني 100%. أهلا ومرحبا بك، شرفتنا ونورتنا. ونحن بالعادة بنطلع تقرير عن الحلقة، رأيك شنو نطلع التقرير أنا وإنت والمشاهدين؟ إذن مشاهدينا خلينا نتابع التقرير ونرجع لكم، خليكم معنا. مرحب بكم ومرحب بكل المشاهدين اللي انضموا لينا من جديد، والشكر في التقدير في التقرير. الإعداد هويدا توم والصوت أحمد سالم. وبالعودة لضيفنا ومحاورنا من داخل الاستوديو الأستاذ عبد الرحمن، بداية نحن حابين نتكلم عن البدايات والإلهام في الكتابات والقصائد، وأول خاطرة بالنسبة لك في الكتابة. البدايات طبعا من البدايات، المرحلة الابتدائية، البيئة والطبيعة طبعا لها دور كبير جدا تشكيل في بدايات الشخص. نيل ممتد على خاصرة المدينة كابوشية، وخضرة ممتد على مد البصر. لا بد أن تكون شاعر، وحتى الذين لا يكتبون الشعر يكتبون الشعر في بلدي. هذه البلد وهذا السودان بيئة خصبة للإبداع وللإمتاع. بالنسبة لأول خاطرة وأول قصيدة أنا كتبتها وأنا في عمر 10 سنوات، ما شاء الله، اسميتها الصمت الحزين. يا سلام، نسمع طيب الصمت الحزين استاذ عبد الرحمن. خبريني ما لون حزنك في غيابي، كيف حال الصبر عندك، صوت آهات الليالي حينما يأتي المساء. لي سؤال، حينما يأتي المساء أنت وحدك والفضاء، خبريني كم عدد تلك النجيمات البعيدة. صمت حزين لا إجابة، إنها الرغم الخرافة. يجتاحني شك وخوف من دهاليز المسافة، واصطلي عشقا بظن، أين هذه، كيف تلك، ثم ماذا.
خبريني من أنا؟ هل أنا الحلم الذي قد دغدغ الإحساس عندك نقشا على وتر الصبابة؟ أم أنا الفرح المسافر من حياتك قاصدا مدن الكآبة؟ من أنا؟ خبريني من أكون؟ أنت، أنت وهم والآخرون، والكل يعرف من أنا إلا أنا. ماذا أقول؟ كل قولي إنني الحقل الذي قد تناسته الفصول، إنني الدمع المحجر في المآقي، إنني الزهر الذبول. لا عليك من انعكاسات الذهول، من شدة الشوق المخبئ في العيون. خبريني واصدقيني القول، فكل القول عندي إلا قولك. خبريني بالحقيقة من أكون، خبريني يا أميرة من أكون. يا سلام. يعني أستاذ عبد الرحمن، بالنسبة لطفل عمره 10 سنوات كتابة قصيدة وانتقاء الكلمات بالطريقة دي والخيال الخصب في تصوير ما هو داخلك لقصيدة بالجمال، ده حاجة جميلة جدا. العمر والسن والمراحل العمرية والتشكيل الوجداني في الفترة اللي فيها الحراك في البلد، حراك ثقافي، حراك مسرحي، التقاط الإشارات من المسارح اللي كانت موجودة في البلد، غزو الكلمة الرصينة تنطبع في دواخلك وانت طفل عمرا، أما قد تكون كبير في المعاني. نعم. طيب أستاذ عبد الرحمن، منو كان أول القارئين لكتاباتك دي؟ أول القارئين للكتابات هي والوالدة. نعم. الله يطول في عمرها ويميت في أيام إن شاء الله تعالى. آمين يا رب، آمين. يعني أكيد كان يعني سماع قصيدة جميلة زي دي في عمر يعني زي ما نحن قلنا 10 سنوات حاجة مبهرة، وأكيد كل من استمع للقصيدة أو قرأ ذهل برصانة الكلمات وجمال المعاني. كيف كانت ردة فعل الناس اللي حوالينك عن الموهبة الكتابية الموجودة؟ أنا ممكن أديك سر. القصيدة قرأتها لأستاذي ووالدي الأستاذ صديق مدثر. نعم. عليه رحمة الله، هذا الرجل الفذ، هذا الرجل العملاق، أجابني بعبارة ما زلت أحتفظ بها في دواخلي، وكانت شهادة شرف أو ميدالية فخر بالنسبة لي، بأنني مسكون إبداع باللص. يا سلام. ذكرت له إنه 10 سنوات ودي القصيدة بالمستوى ده فعلا مسكون إبداع. أعتز جدا بهذه الكلمات، واعتز جدا بأساتذتنا وقامة كما صديق مدثر وأستاذنا وملهمنا والرجل الذي تعجز حتى الكلمات عن وصف ما الذي يقول، أستاذ الدكتور محمد حسن من برداب الرياض في الرياض، قامة شعرية كبيرة جدا له من هنا التحايا والكل الود والإحترام. أكيد التحية له من شاشة قناة السودان 24 الآن. أستاذ عبد الرحمن، لو حبينا نتكلم عن أجناس الكتابات اللي أنت اتطرقت لها أو كتبت فيها. الشعر أكون أملك فلسفة مختلفة شوية في الإجابة على سؤالك في أجناس. نعم. الكتابات، الشعر يكتب وفق ما يلي النص وليس وفق الكتابات والنماذج المعروفة للشعر. قد تكتب بلغة عامية، قد تكتب بلغة فصحى، قد تكتب بلغة التفعيلة، قد تكتب الإحساس هو الذي يترجم المعنى إلى نص أي كان النص. أبعد شوية من الشعر الفصيح
وأجاوب على سؤالك بنص. هذا النص له قصة. رفض من المصنفات الأدبية في السودان أيام النظام البائد القاشم. نعم. هذا النص يمثل لي مدرسة رمزية للكتابات اسمه حكاية الزين. نعم. اسم الزين هادي رزي عفيف نظيف صبوح بشوش وغور بصيف ومكرم ضيف عود رهيف وناس الحلة مجتمعين كبار صغار بنادبوا له حاجة الزين وهم خابرين أمور الدين شروط الحج بياض إحرام طواف السعي زيارة بيت رمي الجمرات ويوم عرفات وهم عارفين بأنه الزين لا يوما قدل بهناك ولا ما ولا فارق مبيت الحلة يوما تب ظروف وظروف وما بالليل وحال في حال وحاجة الزين لغب تبجيل وفي شان الزين في شان الزين إمام لي جامع الحلة وهو المازون صلاة خشوع وصله غنوع لا فد يوم صبح مديون لا بزعل ولا بنهم ينوم مشروح يقابل الدنيا بيضحك ويحضنك يحضنك حب صباح يا زين واحدا يوم في عز النهار الحر واحد يوم في عز النهار الحر ضجيج عربات بتكبس في البواري زعيق وتتتيت وتتتيت والفرناغة تملى الجو جري الشفع صياع عوضية بالدوشين هاج النوي هاج النوي هاج النوي صبر شوي أصبر شوي وكم دعوات وفي لحظات هدت ملامح الضجيج كان يدو العربات سلام ضيفان وكان الزين حاجة الزين وناس الحلة استقبال وبالترحاب حباب أهلا حباب الضيف ودم السال كرم للضيف بعد ساعتين سلام وداع ضجيج عربات بدون بوري ووضع ضيفان وناس الحلة متلمين وقف عباس أبو التومات وكان الناس بيقولوا عليه أبو الأخبار هو يا ناس وفد البندر الجانا بيقول الآن حكومة الخير تكون ترشيح وكتر فيها كم لآت وفهم الناس زيارة الوفد والعربات وهم هم هم وصعب عباس أبو التومات مواصل القول في راي نوحد كلمة الحلة وغير الزين وحاجة الزين وحتكون تب ما نعرفين حاجة الزين وبالإجماع مرشح دائرة الحلة ورمز الحق وحزب الناس حب الناس بعد كم يوم يفوز الحاج مقدر كان تمر أيام ويتبدل دوام الحال ويعود الضجيج عربات ويوماتي عز الليل بهد بعد تهجع كلاب الحلة من الصي وفي الصبحية في الظهرية في العصرية جميع في سائر اللوكات بلا معاد قبالت بيت حاجة زين وطول اليوم دخل البيت ينس نظمي بين الحاج وبين الوفد ونضمن سر وكان الناس في الحلة فقد الحاج مسجل في دفاتر الغيبة طوالي وجامع الحلة بس مشهاد لا فرضا بجيب الحاج يئم الناس ولا في الصف دوام موجود وكان الحاج غياب في غياب وكان الناس دوام سائلين واحد يوم وناس الحلة مجتمعين صغار وكبار هناك في حوش عوض الله وضع عباس وكانت اللمة واجب حق رحيل السرة بيد عباس وكانت السرة فوق الحلة مشهد حق صلاح وفلاح وهي الركازة للأمات وهي الداية السريعة الفزع عز الليل فلم قابل سوى الدعوات وكان الحاج حاجة الزين كما المعتاد غياب في غياب لا الدافونة كان موجود ولا تكرم يعد البيت يا شاطر الناس يقول البركة في الجنيات ونط عباس أبو التومات أبو الأخبار عرفتوه؟ هو يا ناس هو يا ناس حلف طلق ده حالا شيء وفهم الناس أكيد المعنى حاجة زين الحلة في ذات الحلة ما في تغيير والحال وذات الحال بدون تبديل من يوم فاز مرشح دائرة الحلة وكان المعنى حاجة زين كان الناس هناك عشمانة في التغيير والتغيير يكون الحال لا لمينا في تغيير ولا قادرين نشوف الحال دحين يا ناس وقتين جميعنا اللحظة مجتمعين نفوت الآن للحاج نشوف خبره ونطع عثمان أكيد مشغول.
وكان الناس بينادوا عليه بالأخضر، عثمان بينادوا عليه بالأخضر، خضرة لون وخضرة كيف، هو يا زول أكيد الحاج بخطط لينا في الكوبري، وشارع أسفلت يشق الحلة حدادي، والمستشفى كم طابق ومدادي، وكم شفخانة فوق السوق، وجاطوا الناس وما بينصاح وما بين لا وما بين صمت، وفي لحظات يتوحد كلام الناس ودقش ومسير صغير وكبير، عليك يا بيت عليك يا حاج، وقبال الوصول بشوي بعيد بهناك، وعين النصيح بتشوف علالا فارقة بيت الحاج، ضجيج عربات كم المعتاد، ودق الباب دخول، سلام يا حاج سلام يا خشاك، وقام الحاج قادل في الجموع ترحاب حباب وحباب، وشويتين يقول الحاج حاج الزين، هو يا ناس حكومة الخير بتهديكم سلام الخير، وشان تنعم بلدنا أمان تعيش الناس سلام وأمان، تغرر ابنه تبني لكم قسم شرطة، بشارة خير. وقت الكلمة وقعت طخ، وكان كل الخلق ذهليل، يقوم عباس أبو التومات وينتر زي أسد مجروح يعلي الصوت، هو يا الزين حلم حلتنا مين منك، هو يا الزين حلم حلتنا وين منك، ورسم الكوبري وين يا الزين، والمستشفى أم طابقين، والشفخانة والشارع، وشن بندور بهالبوليس، حلف طلق في حلتنا متامنين ومطامنين ومتوادعين، وكنت نحتاج حرس بالليل بنجيبوا الكدائس دي، وضحك الناس وقهقه قهقه، سكت الزين أبو التومات يعلي الصوت موصل ما انقطع من قول، هو يا الزين دبارك تب عرفناهم، ومن ذا الحين يا كالزين بدون الحاج، بريق السلطة هو الأعماق، ضجيج عربات وفود البندر الزايرين هن الساك، نظم السر وما هو بسر، وصلنا الآن هو يا الزين من ذا الحين يتشرك، وكل الحلة بيناسها مقبل غريب سلام من الله بس يخشاك. رح يا ناس بعد يومين ضجيج عربات وصول شاويش وناس بوليس وقسم الشرطة قبال السوق ولافتة كبيرة بالخدر قسم شرطة الحلة، وشويتين يشوفوا الناس أبو التومات مكلبش تب من الليدين، وفي الزنزانة أم ترباس بلا شباك يكون عباس أبو التومات موقع أول الواصلين، وراحوا الناس على الشاويش، راحوا الناس على الشاويش، كيف يا زول أبو التومات قتل كم زول، الشاويش موحط تب على الكرسي، وفي إيديه كان دفتر وغيد محضر وخط شين، هو يا ناس تهم الزولكم المسجون خرق المادة كم وعشرين ثلاثة بنود التحريض على السلطات ورفع الصوت على النواب، بعد يومين وفي عز الحجير والحر يحوم الحلة والمختار، وكان الناس بيقولوا عليه الدرويش يكور قعيق، هو يا ناس دايم هو دايم هو وهو الدايم، مصير الحي مصير الحي ودايم هو، وعرف الناس إنه الزين قبل اللحظة أسلم روحه للرحمن، والدرويش يكوري وو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 و
الناس الحلة لا تعبير، وشويتين وشويتين وما قبلين يشوفوا الناس موكب جنازة الزين، لا عربات ولا فرناغة تملى الجو، سبع أشخاص بلا أحزان، الشاويش وبوليسين ومسطولين ومجنونين، ومات الزين. يعني حقيقة أستاذ عبد الرحمن قصيدتك دي بتخلينا نسأل سؤال مهم جدا، واللي هو تأثير البيئة على الإثراء الشعري. البيئة التأثير تبعها فطري، تأثير البيئة فطري. المبدع أو المرخف الملهم لما يتشبع ببيئة بيطلع إبداع، بيطلع إدهاش. المفردات، وكما يقال الإنسان ابن بيئته، المفردات، الجمال، والعين التي ترى الجمال لتصيغ هذه المفردات. نعم، ما في شك البيئة لها تأثير كبير جدا علي، وأفتخر بذلك، وأنا بيئتي السودان الأجمل. نعم، السودان، السودان الكبير، السودان. نعم، بكل ألوانه، السودان بكل ظروفه. بحقيقة يعني نصوصك الشعرية
بتسوق المستمع لنفس الفكرة اللي أنت أكيد راسمها في خيالك. يعني أي مستمع للقصيدة تماماً بتتكون الصورة الكبيرة اللي أنت خاتها كخلفية للقصيدة. فحقيقة يعني بنهنيك على جمال الأبيات الشعرية دي. أشكرك. طيب أستاذ عبد الرحمن، نحن حابين نتكلم عن هي وهو، حكايات لا تنتهي. هي وهو طبعاً هي مجموعة قصصية، وحنخليك أنت تكلمنا عن هي وهو بالتفصيل. نعم، هي وهو وحكايات لا تنتهي، إن كان لي بعض تفسير في اللفظ وفي العنوان عن قصد، تم تقديم هي على هو احتراما وتبجيلا لكندكات بلادي. نعم. ومهيرات بلادي. هي طبعا مجموعة قصصية، مجلد من 280 صفحة، مسجل في المصنفات الأدبية. التواقيع التي كانت عليه بأن يرى النور، طباعة والإشكالات تبعت تصدير الكتب بالنسبة للسودان، والمشكلة تبعت الأوراق، الاعتمادات، التفاصيل، إجراءات روتينية وقفت المشروع، لكن أنا أوعد بأنه يرى النور في هذا العام إن شاء الله تعالى، مطبوع ومتداول في المكتبات السودانية إن شاء الله. بإذن الله. بإذن الله. نحن كلنا حماس أستاذ عبد الرحمن لقراءة هي وهو. أكيد هتكون ممتعة جدا زي أبياتك الشعرية اللي أمتعتنا الليلة حقيقة. أستاذ عبد الرحمن الجعلي الرياضي، بعيدا عن المهارة الفذة في الكتابة، كمان خلينا نتكلم شوية عن أستاذ عبد الرحمن الرياضي، وخلينا نتكلم عن مجال الرياضة. نعم، الرياضة أنا قد أكون أو جيلي بالتحديد من مارس الرياضة في المملكة محظوظين جدا، اوكي، ميلادنا في الرياضة. لا تذكر الرياضة وإلا تذكر الصالحية، ويذكر الوالد المؤسس للصالحية، الأستاذ الشاعر الأديب العالم الأستاذ الوالد عبد المنعم عبد العال عليه رحمة الله. هذا الرجل مدرسة في الرياضة، مدرسة في الأخلاق، مدرسة في التعامل. الرياضة بالنسبة للصالحية هي عبد المنعم عبد العال، وعبد المنعم عبد العال بالنسبة له الرياضة هي الصالحية. الله يرحمه ويسكن فسيح جناته. طبعا هو المؤسس وهو الغايد وهو المربي. أنا أقول محظوظ جدا لأني كنت تحت الإدارة المباشرة، أنا كنت غايد لمنتخب الجالية، ولاعبين، مدربين، حراك رياضي على مستوى عالي جدا جدا، زملاء على مستوى فخم جدا إذا جاز التعبير فيها، الكابتن أسامة تينجا، الكابتن عبد الكريم، الكابتن هيثم، الكابتن بكري دفع الله، الزميل جوكس، المدرب الكبير محمد الطيب، النشاط الرياضي، المدرب الكبير الرياضي الأستاذ محمد أحمد مصطفى عليه رحمة الله. النشاط الرياضي في الرياض هو متنفس لأهل السودان، المملكة وحكومة وشعبا من هذا المنطلق أحييهم وأتقدم لهم بالشكر الجزيل، حكومة وشعبا، الجالية الوحيدة التي لديها ترخيص بملاعب وممارسة نشاط رياضي الجالية السودانية. هذا فخر كبير جدا، نتاج لعمل الراحل الأستاذ عبد المنعم عبد العال،
لي الشرف كنت أتشرف بإني مثلت منتخب السودان، وأتشرف بإني قدمت للسودان 4 كؤوس باسم منتخب الجاليات، تضاف للرصيد الزاهي جدا من الرياضة السودانية في المملكة العربية السعودية. جميل جدا أستاذ عبد الرحمن، وحقيقة يعني فخورين نحن جدا بكل الأدوار اللي قدمت هنا في المملكة العربية السعودية، وفخورين أنه مثلتونا خير تمثيل في المملكة العربية، وحابين أنه نتكلم عن منتدى عكس الريح. ماذا قدم لك منتدى عكس الريح أستاذ عبد الرحمن؟ منتدى عكس الريح، ولا الرجل الأنيق المفردة الجميل صاحب هذا الصرح الجميل البروفيسور المعز عمر بخيت. منتدى عكس الريح شكل عبد الرحمن الجعلي بمنتهى التجرد كوكبة من الأدباء والناشطين والسياسيين والرياضيين والفنيين والمستشارين القانونيين، عدد عضوية يفوق أكثر من 8000 عضو دائم في المنتدى بشكل يومي. أضاف الكثير، بمعنى أنك تلقي قصيدة التفاعل والرد والانتقاد سلبا إيجابا يجيك مباشرة بمفردة تقوم التجربة اللي أنت أثقلتها في هذا المنتدى. حراك للبروف المعز عمر بخيت، ونقول له التحية من هنا وجميع أعضاء المنتدى منتشرين على بقاع العالم وأصقاع العالم وبرداب الرياض بصفة خاصة لهم التحية والتجلة، وبرداب الخرطوم لهم التحية والتجلة. وأنا بالنسبة لي عكس الريح أضاف لي، أنا لم أضف لعكس الريح إلا قليل. يا سلام. طب أستاذ عبد الرحمن، لو حبينا أنه نتكلم عن منتدى عكس الريح، نشاطاته وأهدافه، تعريف لمنتدى عكس الريح. منتدى عكس الريح الغالب النشاط الأدبي ذو صبغة اجتماعية. نعم. بمعنى أن تتعارف مع شخص إسفيريا، أنا في الرياض هو في كندا في أمريكا في أوروبا، وأنت لم ترى هذا الشخص، الحرف بهبش في دواخل الشخص، بتبقى العلاقة قوية، متانة العلاقة لأنها حروف دواخلية. رسخ مفهوم عكس الريح، مفهوم الوحدة إنجاز لي التعبير ما بين جميع اختلافات وتطابات المجتمع السوداني في قالب فني ثقافي أدبي اجتماعي. ضف على ذلك جمعية خيرية خاصة بعكس الريح، امتدت أيادي بيضاء للأهل في السودان في جميع عموم السودان، شرقا غربا شمالا جنوبا، ليست منطقة محددة، تنوع سحنات شمال شرق جنوب غرب، إدارة احترافية في إدارة هذا التنوع من دون ما يصهر صوت مشاس. نعم توجد اختلافات، نعم توجد اختلافات في وجهات النظر، لكن الهدف الوحيد أن يجمعنا هذا الكيان. أنا بالنسبة لي أعتز جدا بهذه التجربة وأفتخر جدا بهذه التجربة، وأضافت لي كثير جدا، وفي أي محفل كنت فيه أجد لساني يلهج بالشكر والثناء لأكثر الريح والقائمين عليه. جميل جدا أستاذ عبد الرحمن. طب نحن حابين أنه ننتقل لجانب تاني مختلف، حابين نتكلم شوية عن الطباعة والدواوين وأسباب عدم انتشار الدواوين السودانية ومشاكل الطباعة والنشر في السودان. الأسباب متعددة، لكن السبب الأساس في عدم الانفتاح وعدم الطباعة حريات النظام البائد، حريات النظام المباد. أن تحجر على كلمة، أن تحجر على نص، تمنع هذا وتعطي هذا،
بمعنى أدق، تمنع من تشاء وتعطي لمن تشاء، يحصل اختلال في المعاملة في المعادلة تبعت الديوان الشعري. مثال، قد يكون لديك ديوان شعري في مجموعة شعرية من 10 قصائد مثلا، توجد 8 قصائد لم يتم إجازتها من قبل المصنفات الأدبية، ممنوع النشر تبعها، لا يعقل أن تدخل كتابك داخل الشفاه. نعم. الآن والبلد تشهد هذا الحراك الثقافي والاجتماعي والرياضي والفكري وعقول هذه الشباب النيرة لإدارة البلد، موعودة بفكر وغدو ثقافي كتابي إن جاز فيها تعبيرا في مقبل الأيام. سقف الحريات متاح لك أن تكتب ما تشاء وفق ما تشاء في ما تشاء، وإن شاء الله تعالى عما قريب سترى 3 دواوين للنور مع ناشر تم الاتفاق على الخطوط العريضة، رفع السقف تبع الحرية المتاحة في النص. الكاتب يملك قلم ويملك فكرة، إن أحجرت عليه ما أبدع شيئا ولم يكتب شيئا. القلم يطلق ويسرج له العنان، الكلمة لا تدخل صاحبها سجن المغلق. نعم. طيب أستاذ عبد الرحمن، هل تفتكر في 30 سنة المضت وسياسة تكميم الأفواه، هل تفتكر إنه هي أثرت على المبدعين وعقليتهم وإبداعهم؟ أتفق معك تماما. الثقافة والأدب والرياضة أضلع لمثلث تحتاج إلى إطلاق العنان. المبدع يحتاج لأنه يكتب ما يشاء في أخيلية، ليس السقف. جميع المبدعين لديهم ميثاق، ما هو موجود كتابي، يوجد ميثاق شرفي في التجاوزات الكتابية في النصوص وفي الأدب، وفي ميثاق شرفي متعارف عليه ما بين الكتاب، ما بين الشعراء، ما بين الأدباء، أينما تكتب، أينما تنشر، أينما تقول. الحراك الموجود الآن سينتج ثمرات هذا الإطلاق إن جاز تعبيرا، أو هذا الانطلاق الذي نتحدث عنه الآن، سيذيل جميع الآثار التي كانت سابقة، سيكنس كنسا. موعودون والأمل في ربنا سبحانه وتعالى، لأن البلد تجد ما تستحق منا فنحن مقصرون بإذن الله. نحن طبعا كلنا أمل وتطلعات لسودان جديد ينعكس للعالم بصورة فعلا تمثلنا وتمثل كل الشعب السوداني. حابين إنه نحن نتكلم عن الشعر السوداني ومميزات الشعر السوداني وشعر المستر. الشعر السوداني إنجاز وصفا ولست متعمقا في ذلك، هو من 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 أفضل الـ 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 من أفضل الـ 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 اللي ما ينتج عنه أو ما ينتج من دواوين وما يقرأ وما يكتب وما فيه، من أفضل ما يكتب في حدود مناطق الدول العربية. هذا ليس فخرا وليس شرفا أدعيه لكتابنا، والأمثلة تبعنا من أساتذة وعباقرة رحلوا منهم مضى ما مضى، نسأل الله لهم الرحمة. الشعر السوداني بخير، القافية السودانية.
أديب سواء في المهجر، سواء في السودان، سواء خارج السودان على نطاق المهجر المملكة العربية السعودية، تجد دعم بصورة مهولة جدا. لهم خط شعري تقني راقي، صاحب مفردات جميلة جدا، وكلنا لذلك داعمون. نعم، ولكن هناك بعض الآراء أستاذ عبد الرحمن عن أنه في الجيل الحالي والمواهب الشابة الجديدة الكلمات الفضفاضة، وأنه ما في رسالة في الكلمات ولا في بعد فني أو حتى رسالة معلنة من أعمالهم الفنية. أنت رأيك شنو؟ الرأي أن يطلق هكذا كلام يوجد فيه نوع من القسوة على هؤلاء الشباب. تمثل 1-2-3 وليس تمثل 75% من النشاط الكامل لهذا الشيء مطلقا. هم شباب مبدعين. الكلمات التي تتحدث عن التفاصيل كلمات صغيرة جدا وليست بالمستوى المضخم ليكون هذا العامية قول الشباب. أنا أثق جدا في قدراتهم وأثق جدا فيما يقولون وأكثر داعم لهم. بالنسبة للشعر بالعامية، زي ما حضرتك عارف الإقبال على الشعر دائما بالعامية، تفتكر السبب بيرجع لشنو؟ الشعر العامية سهولة وصول المفردة للمتلقي. الشعر لها متلقين، طالما أنت أحضرت قصيدة في متلقي يسمع لهذه القصيدة. ظن بعض الشعراء أوكي أن الشعر العامي سهولة الوصول المفردة للعامة، اكتساب شهرة، نعم، اكتساب انتشار أوسع، وليس في ذلك بأس ولا غضب. نعم، مفردتنا العامية جميلة جدا جدا جدا، وبها نضاهي حتى الشمس. جميل جدا جدا أستاذ عبد الرحمن. طب رأيك شنو تسمعنا قصيدة شعرية؟ أمي الحبيبة، أمي الحبيبة، أنا وإنتي والشوق المدفن في الضلوع، نتلاقى في يوم المبهرج بالفرح، قبالة جيك قبالة زف عيدك عريس، تسبقني ليك دمعة لقاك، تدفعني ليك طيبة نداك، جواي نزيف جرحا مغوير في حشاي، محتاجة جيك محتاجة جيك يا يما هسع قبل باكر، أحكي ليك يا يما عن حالي وشقايا وعن حكاية شوقي ليك وعن غيابي وعن عذابي وعن سهادي واغترابي، عن ألم بنحر حشايا، عن حزن عايش معايا، عن وطن مشتهيه حب مغلغل في جوايا، عن تراب لونه أسمر، عن جروفا تضحك أخضر، والإشب جواي محكر. أفضل أحسب في السويعات الرتيبة، وكيف تمر في نيد دقيقة، أصلا مستنيه عيدك، أحلى عيد يا يوم عيدك، وأحلى ما في العيد وجودك، تبقي سالمة مر عيدك، قصب عني ورغم مني كنت غايب في سجل دفتر حضوري، كنت هايم في بلا ظل البعيدة، كنت حالم بحضوري، أصل ناوي أزف عريسا اسم عيدك يفرح الأحباب معايا، ونحكي للنيل عن حنينك وتبقي راضية حتى حلمي سبح سراب، شفت كيف الغربة سوت في ولادك، مر عيدك إلا لكن يا الحنينة يا الأمينة يا التقية يا النغية يا البهية يا الصبوحة يا البشوشة يا عطر صندر بلادي يا ميلادي، بوعدك يا يمه وفصم ما بغيب من عيدك أبدا طالما في الروح شهيق، بوعدك يا يمه وفصم ما بغيب من عيدك أبدا طالما في الروح زفير. يا سلام.
القصيدة دي أستاذ عبد الرحمن من جمالها ممكن ترد على المقولة، مقولة إنه الغربة إنه هي قد تكون بتقتل الشغف والإبداع في نفسية الفنان. ما أتفق مع هذه المقولة. الغربة هي إن جاز لي قولا خزان حنين لما تحن إليه. تستطيع في الغربة أن تكتب فيما لا تكتبه أنت داخل الوطن، تدخل في دواخلك شد وحنين واشتياق ولوعة للتراب، للبلد، للنيل، لطبيعة الأرض والإنسانة وطبيعة الحياة وتنسم الخيرات البلد. لا أتفق مع هذه المقولة أبدا. وحقيقة أنا بعد سماع القصيدة الشعرية دي أنا كمان تأكدت تماما أنه المقولة دي هي ما صحيحة 100%. أستاذ عبد الرحمن، برأيك الشاعر أكيد يعني لازم تكون الموهبة دائما موجودة في الأساس، ولكن لازم صقل الموهبة دي عشان تطلع بشكل ملفت وجذاب وجميل. بالنسبة للشاعر تفتكر شنو هي الحاجات المطلوبة في الشاعر المبتدئ عشان هو يقدر يكون متميز ومتفرد بشعره؟ هل المفروض إنه يقرأ كثير أو يسمع أكثر، أو شنو هي الاستراتيجية اللي أنت بتتبعها؟ أنا لو تذكر في بداية الحلقة كنت محظوظ جدا في بدايات الشعر وبدايات الرياضة، محظوظ في جيلي. ما تفضلت فيه صحيح 100%، القراءة، الاطلاع، الاستماع، الذهاب ومقابلة الشعراء، إذا جاز قولا الفطاحلة أو العباقرة. كنت أجلس بالساعات مع أستاذي والدي الأستاذ صديق مدثر، أسمع وأستمع وأسمع، أجد نقدا، أجد تصحيحا، أجد إشادة. كنت أسمع وأسمع مع البروف المعز عمر بخيت. نعم. الناس لديها من القدرة بأنه تقوم الشاب اللي يبحث عن المفردة ويبحث عن التصحيح. جميع ما تفضلت فيه صحيح، الموهبة لها دور، الاطلاع والمثابرة والقراءة والاستماع والتسميع. نعم، جميل جدا. أنا سعيدة بوجودك معي الليلة أستاذ عبد الرحمن الجعلي، حقيقة أسعدتنا جدا في حلقة الليلة. شاكرا لك جدا مرة ثانية وجودك معي، وإن شاء الله أكيد يعني نستناك في حلقات إن شاء الله جاية ومحاور أوسع نقدر إنه نحن نستمتع ونستفيد من الكم من المعلومات والثقافة الموجودة عندك. شكرا لك، أسعدتنا جدا، ممنونين لوجودك معنا، وشكرا لكم مشاهدين الأعزاء. والشكر موصول للكاست العامل على حلقة اليوم، في الإخراج هشام يوسف وأحمد نجمة، وفي التصوير ناصر لانكي، وفي الإعداد هويدة التوم، ومهندس الصوت محمد حسبو، وفي المونتاج عز الدين سعدابي، وفي الجرافيك محمد عصام، وفي البث أحمد الرئيس، وفي التحرير أحمد طه. شكرا لكم، نتلاقى إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة. كونوا بخير وبصحة وبعافية، في أمان الله.